هذا ان شاء الله نشوف مع بعض موقع اسمه تينكر كات. موقع تينكر كات دوت كوم ده موقع بسيط جدا، بيخليك ترسم اشكال هندسيه بطريقه سهله جدا. يعني مجرد ان اقول مثلا عايز اختار جيومتريك، بدخل في جيومتريك واقول انا عايز ارسم مثلا بوكس. طيب البوكس دوت سهل ان انا اتحكم في ابعاده واكتب القيمه اللي انا عايزها، تمام، وسهل ان انا مجرد ان انا اعمل دراج اند دروب اسحب وارسم. واتحكم في هيبقى على ارتفاع كام، واتحكم في الزاوية بتاعته، وأي حاجة عايز أغير فيها ممكن أديله ارتفاع مثلا، تمام، أو ممكن إن أنا أغير البعد على سطح الأرض، تمام. ممكن ألاقي أشكال مثلا زي هولز ممكن أرسمها، ممكن حروف لو عايز أرسم حروف، ممكن أرقام، ممكن حاجات خارجية زي مثلا إيج تشيك فوت، تمام. وتقدر ترسم بقى اشكال معقده زي ما انت عايز. يعني هو عامل زي برنامج السكتش اب، ادوات سهله جدا ومن خلالها بتبدا ترسم الحاجات اللي انت عايزها. ادجاست ممكن تعمل محاذاه، ممكن تعمل ميرور، في شويه حاجات، وسهل ان انت تبدا تشتغل عليه وترسم اشكال لذيذه. وفي ناس من خلال الاشكال البسيطه ديت بيبدا هو يرسم اي حاجه هو عايزها، عايز يرسم بيت كامل، يرسم مكنه، تمام. تقدر ترسم اللي انت عايزه وتقدر تبدع زي ما انت عايز، وتقدر تحط الاشكال مع بعض بحيث ان انت تطلع في الاخر بشكل يكون مبهر وشكل يكون فيه تفصيل اكتر من كده بكتير زي ما انت عايز. اتمنى ان احنا نجربه ويعجبنا ان شاء الله. تنكركاد.com مع مارسيل.